بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الحلقة السادسة تحت العنوان Creating a Grid Based Assets. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله يا جماعة عن حاجة اسمها الأسيتس اللي مبنية على الجريد بتاعتنا. إحنا عارفين إن إحنا شغالين من التوتوريال من أول التوتوريال على جريد، والوحدة بتاعتها كانت عبارة عن 16 بكسل 1 اي ام. النهاردة هنتكلم عن الأسيتس. الأسيتس يا جماعة في سبق الاسم ده إن إحنا يمكن عدى علينا ولما عملنا فولدر وسميناه أسيتس، كلمة اسيتس في ترجمتها معناها موجودات. موجودات معناها حاجات هتتحط جوه الويب سايت بتاعي، يعني حاجات هتتحط جوه الاعمدة اللي انا عاملها ديت، حاجات هتتحط جوه العمود اللي على اليمين، وحاجات هتتحط جوه العمود اللي على الشمال. تقول لي طب ما في حاجات بتتحط، انا عندي نصوص محطوطة. اقول لك اكشوالي الاسيتس معنى عام، ممكن يكون نصوص، ممكن يكون صور، ممكن يكون فيديوز، ممكن يكون اي شيء تاني. يبقى الاسيتس هي عبارة عن الكونتنت اللي هيتحط جوه الكولومنز بتاعت الويب سايت اللي انت شغال عليه. طيب في حلقه النهارده هنحاول ان شاء الله باذن الله نحط الاسيتس بناء على قيم الجريد علشان تبقى كومبيتابل معاها وتبقى الصفحه بتاعتي موزونه. يبقى انا مش هحطها بشكل عشوائي، لا انا هحطها برضو بما يتناسب مع الجريد بتاعي. ديت تعتبر مرحله من مراحل التخطيط يا جماعه، تعتبر مرحله من مراحل التخطيط. فانا هحاول المفروض احدد اذا كنت هستخدم اسيتس جوه الموقع او لا. يعني وانا ببتدي اعمل بلاننج المفروض اني اقول طيب انا هستخدم اسيتس، يعني هستخدم صور وفيديوز او وابتدي احاول احط تصور لشكلها فين هيكون في الصفحات الموقع بتاعي، كما اني ابتدي احجز لها مساحات من المساحات الكليه بتاعتي قبل ما بيبقوا مقاساتها، قبل ما ابتدي اكتب الكود، بحيث لما اجي اكتب الكود ابقى عارف ده هتحط فين، مقاسه ايه، عايز ايه مني بالظبط، وانا محتاج اعمل له ايه علشان يظهر بالشكل المناسب بتاعه. في التصميم ده ان شاء الله هنحاول نستخدم مجموعه من الصور علشان تكون اسيتس. انا استخدم صور بس يا جماعه، بس مش شرط انت تستخدم صور، انت ممكن تستخدم صور، ممكن تستخدم ديفيجنز، ممكن تستخدم فيديوز، ممكن تستخدم ارتكلز، ممكن تستخدم اوبجكتس، ممكن تستخدم اي شيء ان يكون اسيتس كتيره. بس انا هستخدم صور بس، والصور يمكن تكون مشتوى يعني او بلاش، مفيش فرق في كده كده، انا اي حاجه احولها لبلوك يعني مش هتفرق معايا. بس انا نقول ان احنا نشتغل على الصور النهارده بس. اكشولي انت ممكن تحط اي حاجه اب تو يو، مفيش مشاكل. وهنراعي امر مهم جدا يا جماعه، ان الويدث بتاع الاسيتس اللي انت هتستخدمها في الموقع بتاعك لازما 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 يكون مبني على الجريد، لازما على الاقل يكون يقبل قسمه على 16 عشان تعرف لما تديله الفلوت يرشك في مكان مناسب بناء على التصميم اللي انت شغال عليه. تمام؟ فاحنا شغالين على يونت 16 على 16 بكسل. فانا الاسيتس اللي انا هعملها كل مقاساتي هتكون بتقبل قسمه على ال 16 عشان تبقى كومباتبل مع الجريد برضه. في التصميم ده ان شاء الله باذن الله هنحاول نحط مجموعه من الاسيتس. المفروض او قبل ما نحطها المفروض نسال نفسنا بخصوص، طيب يا جماعه اللي ايا يكن، انا هحط صور، هحط فيديوز، هحط اي شيء، بس اكشولي النص مهم، والنص لازم يكون موجود. او اي نعم في حاجات كتير ظهرت تختصر، بس النص كده كده جزء اساسي من الموقع بتاعك. طيب انت هتحط اسيت، الاسيت النص فين منها؟ يعني طب انت عايز النص يبقى رابنج حوالين منها، ولا عايز مثلا لو كان الاسيت صوره هتحطها صوره على اليمين والنص على الشمال؟ طيب ولا انت عايزها في النص ونص تحت منها، ولا النص يبقى متحوط بيها من الاربع الاتجاهات؟ انت عايز ايه اللي انت عايز ترسمه بالظبط؟ ده سؤال لازم تساله قبل ما تبتدي تصمم. هنحاول ان شاء الله باذن الله نغطي مجموعه من القيم ديت من خلال التصميم ده. انا هنفتح ملف الالستريتور بص يا جماعه، وبنقول ان الحلقه ديت مقسومه او المفهوم ده انا هقسمه على نصين، نص ان شاء الله باذن الله في حلقه اليوم هنحاول نتكلم عن الكولومن اللي على الناحيه اليمين ده. حطيت فيه انا حاجتين، حطيت في البوكس ده والبوكس الصغير اللي تحت منه. البوكس ده انا همثله بصوره، وده انا نسميه دوت اسيت، ومن الواضح ان هو كده اتحط في نص البوكس. وتحت انا حطيت بوكس ثانيه برضه صوره، واخلي النص يبقى رابنج حوالين منه، وانا احاول احاكي التصميم ده يا جماعه. اكشوال البوكس ده يا جماعه لو حبينا نشوف الترانسفورم بتاعه نلاقيه عباره عن 484 بكسل، و 448 ديت يا جماعه لما نقسمها على ال 16 تدي لك 28، يعني رقم يقبل قسمه على 16 بره البادنج والكلام ديت، ممكن تحطه في النص، لكن اكشولي هو يقبل قسمه على 16. تمام جميل. بخصوص الـ البوكس الثاني ده يا جماعه الترانسفورم بتاعته 152، اكشولي برضه ال 152 تقبل قسمه على ال 16 اللي هي الوحده الجريد، او تطلع لي 9 ونص. تمام.
رقم مرن، عشان كده بنقول ان ال 16 هي اكشن المفروض ما تبقاش 159. انا المفروض اخليها ديت 280، ما اخليهاش 159. الويتس بتاعها المفروض يكون 280 بكسل. ال 280 بكسل ديت لما نيجي نقسمها على ال 16 ديت كويتس هيدينا 280 على 16 تاني اكشولي. يساوي 17.5. ماشي مفيش مشاكل. عندي نص اللي هو برضو اللي يعني هياخد 8 بالتات من العمود اللي جنب منه، يعني هياخد 8 بالتات من العمود اللي جنب منه. طيب مفيش مشاكل، الله المستعان. هو انا المفروض اني ما كنتش ظبطتها على 280، كان المفروض ان انا قللتها شويه، بس مفيش مشاكل، انا ما خدتش بالي من النقطه ديت بصراحه. خلونا نراعي النقط ديت يا جماعه بالله. انا اسف جدا ما خدتش بالي من النقطه ديت. طيب هنروح انا على الشفره بتاعي، وانا ما عملتش حاجه في الكود والموقع بتاعي زي ما هو باستثناء القصه بتاعت الرابنج اللي احنا كنا اخر حاجه كنا شغالين عليها. هروح على ملف ال HTML بتاعي وهروح ادرج انا صوره بحيث ان هيبقى العمود اللي على اليمين يا جماعه عباره عن صوره في النص، بعد منها عنوان، بعد منها باراجراف 2 3. هو الرايت كولوم يا جماعه في كام باراجراف؟ في باراجراف 2 3، في 6 باراجرافات. انا عامل صوره في الاول، بعد منها باراجراف 2 3، بعدين صوره على الناحيه الشمال، بعد منها باراجراف 2 3. ده اللي انا عايز نحكيه من الموقع ديت باذن الله. طيب هنروح ندرج اولا صوره ونحطها، انا هرى ان الصوره بتاعي هحطها تحت العنوان يا جماعه. src alt وابتدي اعمل كنترول على الويتس بتاعها، وانا مش وانا هسيب الهاي يا جماعه تمام، وهدي لها كلاس. انا هسيب الهاي، الهاي كده كده ما عنديش مشاكل فيه، انا كل مشكلتي في الواتس يا جماعه. طيب الصوره بتاعتي اول صوره، انا الصور بتاعتي اوريدي رفعتها على الانترنت على ايميجر، فانا هاخد الدايركت لينك بتاع الصوره ديت بكوبي علشان حاجه في بالي بالله تمام ديت، وانا هنسميه بيكتشر مثلا ديت 1، وادي لها الواتس بتاعها اللي هو المفروض يكون كام. طيب انا هسيب الواتس دلوقتي من غير ما اديله قيمه، وديت هديله الكلاس ده هسميه لارج اي ام جي، سميه لارج ايمج تمام، واعمل انا كنترول اس واروح على الويب سايت تبعي واعمل ريفرش، هلاقي ان الصوره بتاعتي اتحملت يا جماعه. لكن عندي مشكله، اهو انتوا شايفين يا جماعه لما انا ما حددتش ويدث للصوره، الصوره بقت تاخد الحجم الافتراضي بتاعها، والحجم الافتراضي بتاعها والحجم الكامل حجم كبير خالص بقى. يعني انتوا شايفين الشاهد. طب انت اكيد طبعا مش عايز تعمل الكنترول ده، انت مش هيرضيك شكل الموقع يكون بالشكل ده، عشان كده انت هتحاول تحجم الويدث بتاعك عشان يبقى بقيمه معينه. طيب اوكي هنروح عند الويدث يا جماعه وندي القيمة اللي احنا كنا محددينها اللي كانت عبارة عن 448 بكسل. هنلاقي ان الصورة مع الريفرش طيب بقت بالشكل ده. طيب هي كده مش قد تبدو للأذهان انها برضو مش فاميليار، او ممكن يكون العرض بتاعها او 484 ما خلتش في نص يعمل لي رابنج حوالين منها يعني، لكن هو اكشوالي المفروض يبقى في رابنج حوالين منها، بس هي عرضها ما سمحش بان السطر ده او الكلمتين دولت يطلعوا، فاهمني؟ طيب انا هنحاول نظبط القصه ديت. الصوره الثانيه يا جماعه هنحاول برضه نحطها، او ماشي اوكي خلونا نستايل بقى الصوره ديت عشان نحاول نخليها بشكل مناسب. هنزل انا على الايديتور بتاعي وابتدي استايل الايمج يا جماعه. طيب هروح انا عند البودي هيدر في الكونتنت، انا في الرايت كولوم يا جماعه في العمود اللي على اليمين.
وهقول له والله دات الكلاس بتاع الايمج اللي انا كنت لسه محدده من شويه. انا قلت ان اديت لها كلاس عشان انا انبع عليها بيه كان لارج ايمج، انا عشان ما نغلطش هنبتدي ننسخه ونكتبه. ومن الكلاس ديت انا عايز ديسبلاي، لان احنا عارفين ان الصور يا جماعه بتكون عباره عن عناصر انلاين، فالمفروض ان انا احولها عشان تكون عناصر بلوك. النقطة التانية هدي لها float none. الناس اللي هتستغرب مني على قصة float none ديت اني انا مش عايزها تاخد اي float علشان تفضل في النص الصفحة، مش عايزها تروح يمين او تروح شمال لان حجمها كبير، فانا عايز اعمل فوكس عليها هي وهي بس. النقطة التالتة هروح ادي لها margin. ومارجن يا جماعة انا هحط على ال 1 em و اوتو. طبعا 1 ام و اوتو، 1 ام ديت افقي يا جماعه اللي هو من فوق ومن تحت يعني، واوتو ديت علشان تبقى على المستوى الافقي كده، هي تبقى سنتر متظبطه في النص. طيب نروح كده ونعمل ريفرش، هلاقي ان الصوره بتاعي اهو ابتدت تتظبط، الناحيه اللي على اليمين تبقى زي الناحيه اللي على الشمال، واتظبطت في نص الكونتينر اللي هو العمود ده. تمام، انا مش هنعمل حاجه تاني بالنسبه للصوره ديت. تمام، انا هنوقف عند الصوره ديت وننزل بعدين عند الصوره التانيه. انا هحاول احط صوره في ديفيجن من الديفيجنز دولت، ولنفرض خلونا ناخد الديفيجن التالت. تمام، على نفس المشهد انا هاخد الايمج ده بتاعي بشيفت اند بكوبي، وهسيب عنوان ده التالت، عنوان اتنين ده العنوان التالت، واحط انا تحت منه الصورة بتاعي. والصورة بتاعي هتكون الصورة التانية بقى، مش هتكون الصورة الأولانية ديت، هي هتكون الصورة دي. طيب انا هاخد الدايركت لينك بتاعها بكوبي، اروح على الايديتور تبعي و ألصق العنوان وأسميها بيكتشر 2، كنترول اس. واكشوالي ديت اللوتس بتاعها هيكون عبارة عن 280 بكسل. ومش هتكون لارج، هتكون سمول. ديت هيكون الديفيجن بتاعها سمول ايمج. انا هاخده بكنترول سي و في الرايت، انا في لازلت في الرايت كولوم، وهعمل الكلاس اللي اسمه سمول ايمج ديت برضه، هستايله بشويه حاجات نفس اللي انا عملته هناك يا جماعه. هاخد الدولت انا بكوبي واحطهم بيست. الفلوت بس بتاع الصوره ديت هيكون عباره عن ليفت، انا عايزها تبقى مايله على الشمال، فالنص هبتدي اعمل رابنج حوالين منها. بالنسبه للمارجن بتاعي يكون 1 ام then 1 ام then 1 ام وبعدين 0. انا عايز من فوق واحد، من على اليمين واحد، من على من تحت واحد، ومن على الشمال هو مع الشمال مش زيرو بقى، لان كده كده من على الشمال هي واخده بعدين اوتوماتيك يعني. تمام، فانا اروح عند الموقع تبعي، المفروض اني اكون حفظت بس ما حفظتش ملف ال HTML، انا هحفظ ملف ال HTML. تمام، ونعمل ريفرش، هلاقي اني ادي الصوره، الصوره الثانيه اهي. تمام يا جماعه، ديت الصوره تبعي. هو انا كده يعني المفروض اني انوه على نقطتين، انا مش عايز اختم الحلقه قبل ما انوه على نقطتين. اول نقطه بخصوص انت عايز العنوان بتاعك يكون موجود فين، عايز العنوان يكون من تحت او يكون من فوق، ده امر يرجع لتصميمك او يرجع لحضرتك. لكن العناوين يا جماعه بتبقى المفروض هادفه، ويبقى العنوان مكمل للنص، ويبقى مش انت تقرا الباراجراف والعنوان ملوش دخل بيه، لا العنوان المفروض ان هو يكون بيعكس طبيعه النص اللي تحت منه ويبقى بيكمل عليه يعني. تمام، فعشان كده انا حطيت العنوان بتاعي قبل الصوره. انت اكشولي لو حضرتك مش عايز الامر يرجع لك، كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتاخد الايمج وتحطها تحت الباراجراف وتحطها اقصد فوق الـ فوق الاتش 2، فتبقى الامور بتاعتك كده. تمام، ديت نقطة. النقطة التانية يا جماعة بالله تاني، أنا عايز أنوه لنقطة مهمة ومهمة جدا ومهمة جدا جدا بالله تاني. سباك وهي قالها باكي روبرت صاحب المدونة أو بتاعت ذا نيو بوستن، ده مشهور خالص، بروجرامر وديفلوبر وشخصية جميلة خالص يا جماعة. بيقول بصوا، طيب هو
الناس ما خدتش بالها من، او انا عايز انوه نظر الناس لنقطه معينه. انا لما جيت نزلت الصورتين دولت يا جماعه، بصوا الصور او الصور نفسها بحجمها كانت ايه؟ الصوره اللي هي 002 ديت يا جماعه، لو بصيت على الديتيلز بتاعها، بصوا الدايمنشنز بتاعتها 5000 بكسل في 5000 بكسل ويتس فاي، تخيل يعني 5000 بكسل في 5000 بكسل انا محتاج منها. دي الصوره الثانيه يا جماعه، ها ديت الصوره بتاعت الجماعه اللي هم ماسكين في ايدين في ايدين بعض دولت، ديت اللي انا حطيتها على 280، هي 5000 بكسل في 5000 بكسل انا خليتها 280 في 280، يعني ما اخدتش تقريبا غير 10% منها. انت متخيل اللي بيحصل ايه في البراوزر؟ اللي بيحصل انه بيحمل ال 5000 بكسل، في 5000 بكسل بيحمل لك الصوره بحجمها الاساسي، بعدين بيبتدي يستجيب للبروبرتيز اللي انت حطيتها، يلاقي ان انت عامل الويتس، يعني هو بيحملها بحجمها الكامل، بعدين يروح يعمل لها شرينكينج عشان تقابل الويتس بتاعك. فانت كده بتعمل لود على البراوزر، وكده كده برضه مش هتستفاد بان ال 5000 بكسل هتتحمل كلها، فالصفحه بتاعتك هتظهر بشكل ابطا مما انت متخيل عليه. فكان لازم يكون في حل للقصه ديت يا جماعه، عشان كده برامج الايديتورز، او انا بنقول ان الديزاينر لازم يكون عنده اساسيات التعامل مع برامج اديتورز او ايمج اديتورز. واننا هنحاول نحل المشكله ديت يا جماعه ازاي، حتى يمكن نكون الناس اخدت بالها لو انا عملت ريفرش اهي الصوره لسه بتتحمل، الصوره اخدت وقت في انها تتعمل لها تحميل. تخيل وانا لسه في ملف سي اس اس، وهي عشان الصوره يعني موجوده في موقع بره، وده الغرض من ان انا كنت اربطها بايمجر مش نحطها في الفولدر بتاع ايمجر، عشان اوريك انها هتاخد وقت عشان تتحمل عشان هي حجمها كبير. تمام يا جماعه، لو كنا احنا لو كان الانترنت بطيء شويه كنت هتلاقيها تتحمل بال 5000 بعدين تصغر. الكلام ده كنا نشوفه في المنتديات ايام زمان، لكن يمكن تكون عشان البراوزرات اتطورت بقت تعرضها لك ما انت بتبتديش تاخد بالك من القصه ديت. لكن الحل يا جماعه بسيطه ان شاء الله، انا افتح برامج الفوتوشوب يا جماعه، والصوره ديت انا عجباني وانا عايزها، الصوره اللي هي كانت 5000 في 5000 انا هحطها جوه برنامج الفوتوشوب يا جماعه، وانا عايز من 5000 في 5000 ايه، انا عايز منها 280 في 280 بكسل، فاهمني؟ فال 5000 كتير عليا، عايز انوه النظر لناس نقطه مهمه من ايمج يا جماعه، عندي نقطتين، ايمج سايز وكانفاس سايز. تمام، انا هتكلم عن ايمج سايز، ومن 5000 يا جماعه انا ممكن اكتب له فيها 280 تمام و280، الشرط اني ابقى شايل الصح من الكونسترين، اشيل الصح من ديت واعمل اوكي، هيروح يقلل لي الصوره ب 280 بكسل في 280 بكسل، هي يعني كده بقت حجمها 280 في 280. اخد انا الصوره من فايل اروح اعمل لها سيف فور ويب، وابتدي اعمل لها سيف واكتبها باسم هتتحمل بجي اي اف، والجي اف يا جماعه انا عملت الخطوات دي قبل كده، بصوا حجم الصوره بعد هي نفسها بس اكشولي اون جي اي اف في الديتيلز بتاعتها هتكون عباره عن 280 في 280، كما اني حجمها نفسه بيجي 37 كيلو، في حين ان 37 كيلو، تخيل، في حين ان الصوره الثانيه كانت في الديتيلز بتاعتها 5000 في 5000 وحجمها حجمها سايز 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 كانت 3 ميجا، يا نهار ابيض حجمها كبير جدا. طيب انا اوريدي اخدت الصوره ديت يا جماعه، فانا بنحاول نقول طريقه بس علشان الناس تاخد بالها من النقط ديت، وانا رفعت الصور بتاعتي اوريدي قبل كده، يعني ديت الصوره بالحجم الكامل، وديت الصوره بعد ما انا صغرتها، دي الصوره بالحجم الكامل، وديت الصوره بعد ما انا اخدت منها ال 280 بكسل، فاللي انا محتاجه بس ال 280 من ديت، يعني انا هاخد من ديت اللايت لينك واخده بكوبي، وديت المفروض الصوره الثانيه. فانا اخد الرابط ديت اعمل له بيست على طول، واخد كنترول اس ونفس المشهد اعمله مع الصوره الثانيه بكنترول سي واحطه فوق، تمام كنترول في، واخد الكلام ده بكنترول اس وارجع للويب سايت تبعي واعمل ريلود، هلاقي ان الصور بتاعتي تتحمل بشكل اسرع، وانا كده احتجت منها الحاجات اللي انا عايزها واللي انا عايزها بس، ووفرت على البراوزر بتاعي ان الوقت ده هاخده علشان اعمل بيه حاجات تاني. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه، والستايلنج مع الليفت كولوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.